كيفاش قلنا؟ قلنا الباب هي الباب ديال الباب هي الحفرة. لا لوبستاكل اللي شايف تدخل في الباب. كاين لعبة غير ايزي غير بشوية فهمتي، كاين يطلع غير هنا نكملو. نطلعو كاين جوج كواليس تما كاين. مابقاش حك السواقة دابا، نقدر نطلع وكيفاش نهبط هذا هو المشكل عندي. هو هذا باش نهبط كي غنمشي ندوي غنتعوج باش نطلع انا. هاك غنسالك. ولا 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 لا بلان ستيفن سبيلبرغ. اللهم اني صائم. الله يحفظك. الثانيه. ثانك يو. اللهم اني صائم. ما عرفتش اللهم اني صائم. واحد الشيطان بلاتي 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 واخا بلاتي واخا بلاتي. واحد الشيطان قال لي نحيد لك السلو ما عرفتش علاش. اللهم اني صائم. صافي. ثانك يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة تيتا راديو مباشرة معكم في مقر إذاعة تيتا راديو. سخفة. عيطونا 0 35 300. شوفوا تو ما يهضر معايا اليوم. عيطوا اليوم ما نهضروش معايا. رمضان كريم. واش نبروك الجميع بالصحه والسلامه باش نتمنيتو. امين ربي. غادي نعلمكم باش مكان كدير حاجه وكلشي بخير. بخير الحمد لله. النهار الاول ديال رمضان احنا صحرتي مزيان الحمد لله. مزيان. وي وي صحرت مزيان. وي وي فهمت. وي الحمد لله. اوي لا الحمد لله صحنا مزيان بخير وعلى خير. واش عاوتاني السحور عاوتاني من بعد حيت انا كنت نشرح لكم نشرح لكم كل شيء. نشرح لكم البلان كيفاش جا. نشرح لكم شنو وقع البارح. البارح اسيدي كملنا كاين اسيدي انتم مالي الخير مع 12 ونص الليل وصلت ديك الاعانات الغذائيه اللي كومونديتيو البارح. عرفتي بحال كوموندينا شي 200 واحد هنايا. المهم الشهر كله ياك. ديال الشهر كامل. الشهر كله. والو بيضه ما نزيدوهاش. كل هادشي بيضة ما نزيدوهاش. متأكد من الهضرة كتقول؟ قلتها البارح. أول نقولها اليوم. والله سامية. داكشي خصو يتجي راه مزيان. أجي سامية سير. الحساب لا بلاتي. الجملة اللي قلتي مهمة بزاف هاتي. الجملة ديال بيضة ما تزادش. بيضة ما تزادش. والله فكرنا في كل شيء. يعني عندنا كل شيء نورمالمون باش نجريو الشهر ديالنا. بصح حيت كل شيء محسوب. كل شيء هو هذاك. كل شيء مقاد. كلشي نظمتو البارح. كلشي مستف. كلشي وهذاك. كلشي وهذاك. نعاون الجميع وحدوا راسكم بلا تقلقه بلا تعصبه بلا ما تقلقوا والصبروا والسلام الاطر الطبيه والامن الوطني والدرك الملكي والناس ديال القوات المسلحه الملكيه. حنا معاكم مباشره على اذاعه اتخاذ. حنا معاكم. دوزوا وقيته زوينه بخير وعلى خير. ونشوفوا شكون تقطع فينا الاول. واش حاتم ولا لا؟ وعيطونا 0 35 300 وتشوح ما يهضر معايا. هاي طول ما تهضروش معاه. تخيلوا معايا كنا كنديروا برنامج بحال هكا. شوف واحد
شوف سبحان الله العظيم اليوم قبل كنت كنهضر مع حمزه قلت شوف سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اليوم كيفاش الجو الجو ديال صافي بدا دخل لومبيونس رمضان بدا والجو برد وحنا في الرباط حنا في الرباط نتمنى على الله الجميع شوف الجو برد شوف ديال شوف الجو ديال بخير انا كنحماق على رمضان انا الجو ديالو انا كنحب رمضان انا كنحب رمضان احسن شهر لانه كان 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 اللي كنحس بذاتي وبروحي كتنقى والله العظيم انا كاين شي حاجه هذاك هو الفرق نفقت بكري انا نفقت بكري عادي صباح مزيان ترونكيل بخير سركت هضرت بزاف وصراحه الخطا اللي درت وانا هضرت بزاف ملي فقنا كنهضر في التليفون هضرت بزاف ايوا خلا نقدر نتقاد حنا معاكم حتى للسته العشيه هنا مباشره على اذاعه ايتخاديو ولكن نقدر نتقاد اقتصد واش كتعتمد دور كي داير امور كي داير نهار رمضان كي داير لا 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 بخير بخير تخونكير أخويا مزيان عباد الله ما كاينش بزاف كاين الكونفيني في الدار صراحة غادي مزيان كاين شوية ديال الأحياء الشعبية فيهم شوية ديال شوية ديال البشر بزاف ولا تكون شوية عمر الدنيا بزاف عمر شوية يجيب لك مارشي وداك الشيء شوية ولكن ماشي بحال دابا واش غدير النهار الأول ديالهم ضروري 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 واخا ضروري ولكن عاوتاني ضروري شوف شو ضروري نتقدوا نهار الاول رمضان ضروري نحميو راسنا لا الواحد يحدي راسو هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين الواحد يحدي راسو خذ جوالي ضروري ما تقديد له نهار الاول رمضان الله يديم خلق ونتمنى على الله قد يديروا انه ممنوع الخروج ما بين السبعه ل 6 و 5 الصباح تحبس لنا هادشي كله لا قدرت نوقفكم لا بصح خصهم يزيروا شي شويه حيت سينو غنبقاو بحال هكا وي مومو اخبارك كلشي بخير كلشي بخير في عمل الله كلشي مزيان الحمد لله حبيبي كلشي بخير اخويا رمضان مبارك سعيد اخويا بصحه وسلامه الجميع ان شاء الله والجميع ان شاء الله السلام للحاتم خويا السلام عليك حبيبي رمضان مبارك سعيد الله يبارك علينا وعليكم صافا اخويا مومو الحمد لله الله يبارك فيك قال لي واحد البلان واعر اليوم نهار الاول في رمضان ضربتني الفقه مع خمسه تولوت وفي العطش في العطش ياك ما نسيتي راسك أولادي وأنا نقول وأنا قدامي قاعة الماء ماشي وقيت نمشي نقلب بعدا الفجر معاش أنا عارفو كنصيغ لي خبار مع الربعة وشي حاجة ماشي الفجر مع الربعة وشي حاجة حيت كنقوم مع الخمسة وشي حاجة كانوا زايدين ساعة مع الربعة وشي حاجة رجع هي هذيك أخويا مراد وأنا نجبد لك الكالندري في الإنترنت ديال كتبت أوغيغ بخيي غامادون ويخرج لي ربعة و أربعة وخمسة دقائق أربعة وخمسة دقائق وكيش طرق مع 35 دقيقة ذاك الشيطان الله ينعم ذاك يقول لي يا هلا تقدر تقاتل الشروق أخويا عندك الشيطان مجهد أخويا مبادة أبغى يعطيك التواب وحدة هاني أقول لي سرت نعس سرت نعس وخليني نعس سنة يا خلي الناس عواشر مبروكه ورمضان كريم وحنا ديما كنسمعوا ماما كتسمع لك ديما وكنا كنصنتوا لك والمواضيع كل اللي كتطرق لهم زوينه وشكرا بزاف الله يحفظك يا شكرا بزاف سمع على ماماك بزاف سمع لها ماماك معاك حداك ماماك حدايا دوز عليا واخا دابا كيفاش ما هضرتش مع ماما تايا الو السلام عليكم اش اخبارك مو لاباس كي درتي الحمد لله وانت بخير حاتم لي كيف ديالكم مزيان مبروك يا رمضان رمضان كريم دوز عليكم الصحه والسلامه وخليك الميمه يا ربي امين الله ربي راه كنسمعوا لك دائما الراديو عندي ديما مومو حاضر دائما الحمد لله كنشكركم على هذه المنصه ان شاء الله الله يحفظك الله يبارك فيك سيدي الله يبارك فيك ويطول عمرك الله يدومك وديما ان شاء الله التالق دائما مزيد التالق على حاتم على ليكيب كامل شكرا لك شكرا لك بارك الله فيك شكرا عيطو العين مرة ما كعرفوش ما كنعيطو براز راكم في الدار حاتم كيولي غادي ساتجنب مصلحة الطقس تكرتك دابا علاش الو السلام عليكم وعليكم السلام سيدي مرحبا سيدي نعم تدري على الازعاج سيدي معك عبد الحق من مصلحة لدينا لك سؤال الله يجزيك بالخير في اول يوم رمضان لانه المصلحه كتهتم بمسائل ديال السؤال هو واش برازا اياش اخبارك الله يحفظك سي مومو الله يحفظك شي بخير واش برازا راك في الدار راني في الدار سمعنا راك في الدار حبيبي
امي الوالده رحنا في الدار. اهلا السلام عليكم خالتي، شخبارك؟ لاباس سيدي، بخير، كي داير هاني؟ لا بارك الله فيك، كنتي رمضان كريم. مالي الدار كلشي بخير الحمد لله، كلشي بخير، كلشي بخير، لا رمضان كريم عاش مبروكه باش متمنيتو. واش كنتو اش كديرو؟ ايوا حنا في الدار، حنا في الدار، باش نديرو؟ حنا محبوسين، ما كاين مشكل، صبر، كلشي محبوس، ما كاين مش مشكل. الحمد لله طيبوا الحريره. بصحتكم وراحتكم. لا بصراحه بصحه وراحه، لا بصحه وراحه، بصحه وراحه. لا واستمع للجميع والعائله ودوزي يا ولد، راك ربحتي. الله يودي مرحبا، هاك ربحتي. شكرا، غادي ندوز معكم وقيته زوينه، غادي نتبرعوا اليوم. بغيت نعاود نسمع عاوتاني للجينيريك تاع الرسوم وتحريك. عز الدين، واش تبعاتك اي جينيريك بغيتو تسمعوا؟ غادي تسمعوا الرسوم التحريكه، غادي تتبرعوا مزيان جدا 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 من دابا شويه على اذاعات ايت راديو. تستقبل واحد الدخول واعر ديال 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 حيت ترامب. ترامب شتي البارح بدا كي البارح يهضر على لي زو في وعلى الشمس، بدا كيهضر على شي حاجه كورونا وقال لهم نقدروا نحقنوا. هو دابا هادشي كان كونفيرونس. كان كونفيرونس داكشي اوفيسيال، حاضر لي جورناليست. وي وي صحيح، داكشي اوفيسيال. واحد لقيت شكل اليوم كان واحد في جنبو لي جورناليست كذا كاينين، هو تيهضر وقال لهم زعما خصنا نشوفوا الاشعه ديال الشمس ولا الاو في واش تقدر زعما تكون افيكاس وتداوي من الكورونا. وتيشوف واحد السيد جالس في جنبو هذاك بحال قلتي شي واحد تيعاونو ولا تيقول له قيد هذه الفكره هذه باش نشوفوا مع الاطباء واش سي فيزابل. واحد الساعه قال له ومع ما يدور وجهه بحال هكا وبانت له ذاك القرعه ديال الجيل ديزانفيكتون. وقال له الجيل ديزانفيكتون حتى هو بوتيتر سا سخي با زعما اون بيست عيانه سي اون طونت اننا نحقنوه للناس هذا لو جيل هذا فيو كي افيكاس سور لا بو. ما هذاك اللي كان تيهضر معاه اللي سمع هذه الهضره واش يعيني داروها تحلوا قال وايد واش تيهضر بصح من نيتو ولا كيفاش. قال له تستشر مع زعما الاطباء ديالنا ونشوفوا واش كاين بوسيبيليتي زعما واش نقدروا نقلبوا ونبحثوا في هذا الشيء هذا نشوفوا كيفاش. التصويره شفتها عندها علاقه بهذا الشيء دايرين تصويره ديال دونالد ترامب مع انجيلا ميركل هو كيقول لها واش ما نصيفطوش هادو للشمس؟ شتو فيه البارح؟ قالت لي لا ما نقدروش راه غادي يتحرقوا. قال لا نصيفطهم بالليل. الشمس مطفيه. برنامج قبل الفطور سميتو مومو رمضان شو، بعد الفطور سميتو بتحر. شو السميات اللي سميناه؟ واش غادي يدوز؟ دوز السميات البرنامج ما عرفتش. علاش ما عرفتش؟ حيت مازال ما دوزناش. صح، حيت بدينا قبل مع ثلاثه ومازال ما دوزناش. وكاين كاينين هو كيتسمى اللباس. اللباس البرنامج لابياج اللباس تلبيس. انت اسمعها وما واو اسمع واو. مومو رمضان شو مباشره من مقر اذاعه ايت راديو. مقار اش مقار؟ مقار قالت حنا مقاريش مقار اليوم انا ما كنت مقار. مومو رمضان شو مباشره من مقر اذاعه ايت راديو. الاخت قوريه مجي من ساكنه في امريكان. مومو رمضان شو على اذاعه ايت راديو. عندكم بحال امي انايا هادشي ندير معاكم بحال امي فاش سمعت الجينيريك ديالها حتى هي سمعت مباشره هادشي صافا عاودوا لي كلشي ما بغيتوش. مقار كاش مقار؟ مقار مقار ليس مقار. مقار هذا طائر النقار طائر مقار. حنا في المقر نسمعوا ديال بالليل. بات حر مع بات معايا هذا ماشي بات هذا بات اش هادشي هادشي اش الحال هادي بدلوا لنا هادشي عيب الله. بات حر لا صوا بات شي بات كيش بات بات حر سمعتيها بات حر ليه شو دعس السطح كيفاش بات حر فهمت القضيه شنو اخرى عاوتاني شنو عاوتاني بات حر لا صوا بات صباح بات حر مع مومو
لا ما يبانش معايا حد اختي الله يحفظك الله يجزيكم بالخير الله يرحمكم اوادين العوايش تاع رمضان ما يبانش معايا حد انا قلت لك بات مع مومو بات حر مع مومو ما كاينش بدا بات مع مومو ما كايناش حر هذيك جامي تبات معايا حره لهيا جامي لا ما يبانش معايا حد الله يرحم اوادين راه ماشي غير جينا باراسات استايت انا بعيد على الجامع ما يبانش معايا حد تخربيق شاد شاز دين شما شاد الله حداك شنو هو شنو هو الجينيريك اللي عزلتي النمر المقناق يا سلام حلبة المصارعة منتدى الأبطال ملتقى الأبطال ويلا وصير معنا صاحبي شو ما تضحك معايا في كل شيء إلا الجينيريك النمر المقنع الصحفي الفاشر تامر أيا وخزير بعد هذا أنا من القناعة عاود تفرج فيه أنايا مؤخرا نعم عاود تفرج فيه في يوتيوب ولكن أخي بيني وبينك كي يطلع فوق ذاك ليكورد كي تنزل في السابعة وكي اللي ينزل عاود ثاني لا ديك الوعروة كان كي كينقز أناس كينقز كيغبر في الضو ذاك الضو اللي كانوا معلقين كيغبر فيه عاد كيبان عاود ثاني وهذيك البلارة اللي عنده في جبهته هذيك هي باش كيبدا كل شيء هذيك تعلمت ديك الحركة ديالو ومشقت لذاك مصارعين ديال الفضاء كاملين قتلهم كلهم واحد مرة الأخرى بقى لي تال الأخراني ولكن في التالي لو شوف الحلقة الأخرى ديما كتكون زوين ذاك الصحفي الفاشل ديما كيحيد القيناء واعر واعر لا ناضي ناضي أخي وكاع اللي كانوا حاقرينه كاملين تخلعوا منه صافي سيختو ذاك الديريكتور ديالو ديال الخدمة هذاك مو المونتاج هذاك هو اللي كان حاقر عليه انا راه في اخبارك ما كنشوفش في المدرسه ما كنقولش مرات تامر وانا من المقنع بالنسبه لي انا راه قال لي غير انا انا بوحدي في اخباري عقبي كنقول حتى واحد فهمتي كيقول لي شي واحد من المقنع يقول لي اخويا ما عرفت اخويا والله ما شفتوش اخويا راه بحال هو قد يكون كان معكم في ليكيب ممكن ما تعرف قد يكون يكون حاتم وانا من المقنع تا اخباركش ممكن اخويا يكون هو ولا ولا قدر يكون انايا وانا من المقنع تقول شي انا من مشن المقنع انا نعم انا وانا من المقنع انا ولا باين لي حاتم مع شويه مزيان شو ديال الغموض قد يكون هو اللي غير حاتم انا من المقنع انا شو معك بغيتي تقول سامح حاتم صحفي فاشل لا 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 حاجه غير لا لا حاجه غير حلبة المصارعة ملتقى الأبطال في زوايا أربعة مشدودة الحبال من يكون فيها ليس أن يسيطر أو يصيبه الغرور أخي أنا كنت فرجت واحد الرسوم متحركة صغيرة ما كان عقلش عليها بزاف ولكن كانت كان عقل يمكن سميتها السيدة ملعقة معلوم غزالة السيدة ملعقة حاتي ما خايت فرجتي لها بخير شتا هادي ديال السيدة ملعقة شنو عزلتي انت؟ بيل وسيباستيان يا سلام يا سلام انا اللي كيعجبني في الجينيريك واحد الجمله هي يحيى يحيى الصديقا بيل وسيباستيان بام بام لقد احسنت الاختيار يا هشام عجبتك اخويا مومو خليتها انا خليتها خلينا نجلس 3 ايام ياك واه تبقى تشرب كل باش بقيتي فرحان قبيله وعدنا كنعيطوا نعيطوا دابا عاوتاني اخويا الله يجاوبنا دابا الله يحفظك يا ربي يجاوبنا ان شاء الله ويكون موجود وتصلح الامور بنت الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله لا مش عارف عليكم السلام مرحبا سيدي بخير سيدي محمد شخبارك بخير الله يبارك فيك شكون معاك معك مومو مومو راك معنا مباشرة على إذاعة إيت راديو كلشي بخير راضي مرحبا بخير الحمد لله وانت في امان الله بخير بارك الله رمضان كريم واش مبروكه بالصحة والسلامة باش تمنيتي الله يبارك فيك نعم سيدي بارك الله فيك مرحبا سي محمد مرحبا سي محمد حنا معيطين لك حيت هاد الوقيته هادي العواشر وهاد الوقيته ديال الحاله الطوارئ الصحيه الحال هادي ديال الوقيته اللي واحد خصو يطفي الغضب ويقاد الامور ويصلح الامور
ويكون على اتصال مع احبابه مع الناس ديالو باش يقدر يتكلم معاهم يعيط لهم يسقسي فيهم يسول فيهم حيت ما كاين ما يدار ياك حيت ما كاين ما يدار واحد خصو يقرقب لنا واحد شويه مع الناس اللي كيحبهم سي محمد اخويا حنا ما عيطنا لك حيت كاين واحد السيد اللي ما عيطنا عطانا النيمورو التليفون ديالك بغا يهضر معاك بغا يتكلم معاك واش ندوزو لك مباشره ولا نقول لك شكون هو عاد ندوزو لك قول لي شكون هو بعدا على بالي عاد تشوف واش تقبل تهضر معاه ولا لا ياك اييه سميتو هشام خوك هشام خويا ندوزو لك مالو علاش هضر معاك ها علاش هضر معاكم قلنا وهو عيط لنا باش بغى يهضر معاك هو بغى يهضر معاك انت بغى يقدم معاك الامور ما شرحش لنا ما دخلنا بالتفاصيل هو صراحه وقلنا غير انه كاين وقع شي سوء تفاهم ولا شي المهم شي خزعبيلات على شي ملك ولا شي حاجه قول شي ديال تشارش وبقى في الحال حيت شحال ما هضرتي انت وياه وما بقيتيش كيعيط لك كدوز ليه ولادك ما كتهضرش معاه انت هو بغى يهضر معاك بغى يقدم معاك الامور ويرجع معاك المياه المجاريها ها اه واش غادي نقول لك راه واقع مشاكل شي عام تقريبا دابا هادي هذا الشيء قلناه هو ايوا ندوزو ليك وسمعوا شنو بغا يقول لك هي ماشي مشكل الله يحفظك اخويا سي محمد هي شنو هضر معاه رو محمد الله يبارك فيك مبروك واسمح لينا وصافي هاد مع العواشر وداك الشيء داكشي اللي حبيت خاطرك داكشي اللي بغيتيه هو اللي كاين ما المهم انا كنتازل على هذا واسمح لي صافي قال لك خذ الارض كلها خذها كلها انت لا ماشي عطيه واش جوج متر كاري بارك علي يا مومو المتنبي الله يسخرك ماشي يحفظك اسمح لي وكدير الوليدات بخير امور هانيه بعيده وانت بخير ترى نسيت داكشي اللي بغيتي دير لي وصافي المهم مسامحه وصافي اسمح لينا وصافي العواشر هذه فهمتي الله يحفظك الله يحفظك ايوا عندكم سريع هادشي الله الله سمعتي محمد والله بالنسبه للارض اللي عجبك ما عندناش مشكله انا ديك المره قلت لك شد هاد البلاد اللي معاه الجاي احنا نقول انا كل ما ما عندناش مشكل والله ما عندنا مشكل بالله وانا وقع لي بنادم صعيب كنقول لك انا هذيك البليصه ديال الارض راه فيها قريب ديال الزيرو داك الشيء وانت يا بغيتي هذيك تولي البير ما عندناش انت اللي حبت خاطرك شدو انا المهم غير انا اسمح لي وصلاتوا عني هذيك فوق ديال الغضب اسمح لي مع الوالي وانا كاين هادشي اللي كتقول واش غتطبقوا ولا راه قدام الراجي وداك ما عنديش مشكل ولا كاش كتعمر في الشواري دابا وزاد تجي ديك لا والله الا كنقول لك الكلام ديال المعقول بالله ما عندناش ديك الهضره صافي بلا تا خويا نعيط للنوطير يجي دابا نعيط للنوطير يقاد الامور دابا ايوا يكون خير يدوز هذا الشيء الله يسخر اللي درتو الله يسخر في هذا واش الله يسخر ايوا سيدي الله يسامح الله يسامح الله يدوم حبه وانتم راكم خوت خصكم تبقاو على الاتصال وتعيطوا دائما الله يجازيك انت بارك الله فيك وتعاونوا خويا الله يحفظك الله يطول عمرك الله يودي بالصحه والصحه والراحه الله يحفظك الله يحفظك الصحه والراحه الله يحفظك مرحبا مرحبا الله عيط لك ما طفيش لي التليفون وصافي انا كنصوني عليك طوري عليك صوني عليك حتى كطلع لك النمره وكتبقاو تقطعوا ايوا راك عارف الغدا باش ندير كنهضر مع الدراري والوالده وصافي ما قالتش نهضر معاك انت على هذا الشيء ما قالتش نهضر معاك صراحه هو المهم سمح لينا وطرت لنا هذا الشيء علاش هضرت معاك انا مومو ولا غيدخل بينات الله يحفظه الو السلام عليكم وعليكم السلام ديك ما في اختك الناس وي دوخاتك الماكله انا دخلت اليوم ترى فطرت وندوخ دخلت شخبارك لاله كلشي بخير الحمد لله نقدم لك راسي لاله معك مومو اييه عرفتيني اييه كلشي بخير لا بس الحمد لله مومو مرحبا واش انتي برازه راك في الدار اه كاينه في الدار وسمعيني راك في الدار عندك الثقيل اه انت ما كنت حس الدباله ما كنسمعهاش عندك في الدار عرفتي شنو انا راه من طنطان مصرفين لا مصرفين كاين في اسفي دابا انت في اسفي ولا في طنطان دابا انت فين انت في طنطان ولا في اسفي انا حصلت في اسفي اه ما كاين مشكل المهم
عندنا واحد البنيه كتمشي لمراكش عندها السلطان وجانا اسفي قريب على العائله الله يشفيها الله يشفيها ايوا كبير كبير صحيحه لاباس الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير دابا انت عندنا عسلك شي ناعسه واش كنا سمعوا ولا تفيقي حتى للسحور ولا كنتي معوله غدنا شي سوايع ما كانوا تفيقين بعد باقي ما نتعشاو باقي نتعشاو واخا قلتي انت ما بين الفطور والعشاء ضربين عيسى واخا وبعد العشاء ما يديكش الناس حتى الصباح ومن بعد تقول لي رمضان صعيب بلا حضر راسك الناس الناس من بعد الفطور صعيبه صعيبه كدا الناس ورا الفطور ما تبقايش ديك الناس صافي شي بلا الناس الناس مزيان ما تخاف باقي غنوضو نتحركو مزيان شويه واخا دابا انت باقا متكي ياك لا تقعد صافي شادير اخليك اخليك راك ربحتي اخليك 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 سميتك سميتك سميتني حليمه حنين مشرفين على حليمه مشرفين على حليمه مشرفين مشرفين على حليمه حليمه نعم راك ربحتي نصيفطوا لك باك ميو فيه الصابون والجيل اونتي باكتيريان ولو جافيل وكل شيء بزاف الحوايج واخا بارك الله فيك واخا لا راه وصلت ل 1000 درهم هذا وصل 1000 درهم ايوا وصل 1000 درهم هذا بصحتك وراحتك لا حليمه واستمع للجميع العائله وانت مع العائله انت ياك مع العائله مع العائله ايوا استمع لهم جميع استمع لهم جميع رمضان كريم وعش مبروكه الله يبارك فيك الله يحفظك لله الله يحفظك يا حليمه والله يسهل عليك يا ربي امين الجميع ان شاء الله يكون خير ان شاء الله بحول الله بحول الله تقدروا تهضروا معنا على اي حاجه بغيتوا مرحبا 0533300 اللي بغيتوا اي موضوع بغيتوا تكلموا عليه عيطوا لنا 0533300 0533300